أصيل فبعده محافظ على هدوءه وتركيزه. أنا اسمي أصيل هزيم، عمري 11 ونص تقريباً، جيت من الأردن، جاي أنا وبابا. بلشت غناية يعني صح صح، كان عمري 5 سنين 6 سنين، صرت أغني الطرب بأم كلثوم وعبد الحليم. أول شيء استغرب لما كنت في المدرسة أغنينا، بعدين صار تعودوا أصلا عليه. يعني هو عامة اللون اللي هو مشي فيه الطربي هذا أعطاه رسوخ ركازة في موضوع حياته، يعني حتى أي واحد بسمعه ما بقول طفل، بتحسه مع الكبار، بحب يقعد مع الكبار. أنا شخص بحب المسرح كتير، بحب أوقف على الستيج على الميكرو ويكون معي موسيقى وأغني هيك بس. يعني واثق ومطمن من شغلك إن شاء الله؟ إن شاء الله. مرحبا. يا أهلا يا أهلا، تعرفنا على اسمك ومن وين؟ أنا اسمي أصيل هزيم، أنا جاي أقدم لكم موهبة الغناء، بغني. وش تبي تسمعنا اليوم؟ أسمعكم اليوم للأستاذة أم كلثوم، أنت عمري. أنت أولا كم عمرك يا حازم؟ أنا عمري 12 سنة. يعني وليش اخترت أم كلثوم؟ يعني واحد من سنك المفروض أنه يسمع يعني على الأقل يعني نجوى على الأقل، ليش أم كلثوم يعني؟ أنا بحب كتير الطرب والأغاني القديمة، أم كلثوم وعبد الحليم. بعدين مش هويته الصغار، مش هويته يغني للصغار. يلا يلا يا حازم يلا. رجعونا لي مش بيفوت بالقلب، بقلب القلب. صوتك أكبر منك، مش بسهولة حدا بيقدر يبكيني، بكيتني. شكرا. الأغنية هي أغنية كبيرة وأنت شاب صغير، بس أديتها بطريقة كبيرة، باعتقادي هيك أضفت للأغنية إضافة. أنا بهنيك يا أحلى. شكرا. شو
شفته أصيل والله فعلا. سلمت. لأنا حسيته كمستمع عادي أنك بتحاول تعمل لنفسك شخصية مختلفة في الغنى. عندك إذن وعندك حس وإن شاء الله أنه نفتخر فيك يوم أنك تكون أنت مطرب رائع. شكرا شكرا. أنا بدي أصيل يكون قدوة لجيله أنه ما يكون المطرب مراية، يكون المطرب موهبة حقيقية. نعم 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 200% نعم. أربعة نعم يا أصيل، برافو عليك. ومع أصيل والفن الأصيل انتهى اليوم الأول من اختبارات